السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأسبوع الثالث من مختبر Laboratory of Organic Pharmaceutical Chemistry للمرحلة الرابعة للكورس الثاني 2020. فت مراجعة سريعة، تكلمنا بالمختبر الأول على تجربة الكانيزارو رياكشن، والمختبر اللي فات المحاضرة اللي فاتت تكلمنا على الفينول سينثيسيس، بس بدايتها كانت على الارتكل. بنهاية المحاضرة راح أحكي فتشي بسيط عن الارتكل، يعني هواية اسئله جتني فراح اجاوبها بنهايه المحاضره مال اليوم. فتكلمنا عن الارتكل، تكلمنا على الانترودكشن على الفينولات، اسيديتي اوف فينولز، بريبريشن اوف فينولز، رياكشن اوف فينولز، وحكينا على البروسيجر في حال رجعت الامور طبيعيه انه شلون راح نشتغل السنتسيس اوف فينول. هذا الاسبوع هاي المحاضره هي تقريبا هي تكمله للمحاضره اللي فاتت. قلنا الاسبوع اللي فات هو كان على الفينول سنتسيس، مختبر اليوم او محاضرة اليوم هي على الاسي اوف فينول. الاسي اوف فينول معناها انه اني اجي اشوف ايش قد عندي كمية مال فينول بالانون سامبل، فاحنا هاي التجربة عادة نشتغلها كانون. اسم التجربة هي اسي اوف فينول باي يوزنج برومومتريك ميثود. طبعا راح نتكلم بعدين عن البرومومتريك ميثود ونقارن بينه وبين الايودومتريك ميثود. ثيوريتيكال اسبيكتس، احنا نعرف الايودين هو اوكسيدايزنج ايجنت، يعني مثل ما ماخذيته بالمرحله الثالثه، اكو بعض المركبات اذا نفاعلها ويا البرومين فالبرومين هنا حيشتغل كاوكسيدايزنج ايجنت، يعني حاله حال الايودين. ليش؟ لان البرومين حيختزل، البرومين حيدخل تفاعل بعدين اما سبستيتيوشن او اديشن، فالبرومين بالنتيجه انه راح يختزل. فبالريدوكس اسي The use of bromine in place of iodine is carried out as an oxidizing agent. هنا البرومين حيشتغل عندنا كoxidizing agent. طبعا for specific compound لمركبات معينة. قلنا ليش؟ Because it is reduced quantitatively by the readily oxidized pharmaceutical organic substance in a reaction which results in either. قلنا أما يعطينا يعني التفاعل ينقسم الى قسمين، اما سبستيتيوشن او اديشن، وهي هنا مثالين على السبستيتيوشن وعلى الاديشن. تعرفون السبستيتيوشن انه راح يستبدل، يعني البي ار هنا بالتفاعل الاول اللي على اليسار استبدل بالهيدروجين، وبالتفاعل الثاني الاديشن لا راح ينضاف، يعني يكسر اصره، يكسر بوند، فكان اكو دبل بوند فنضاف البرومين وكسرها فصار سنجل بوند. بعدنا ضمن الثيوريتيكال اسبكت، الايم مال هاي التجربه هو determination of the amount of phenol in a sample by redox titration. احنا قلنا اسم التجربه هي assay of phenol، فاذا انا اريد اعرف ايش قد عندي كميه فينول بالانون سامبل. الفينول هنا راح نسوي له assay بطريقه اسمها برومومتريك ميثود. شنو هاي البرومومتريك ميثود؟ هاي ما مر عليكم قبل. البرومومتريك ميثود هي انه اني استخدم بيها زياده من البرومين الستاندر سوليوشن الموجود بالبيوريت. هذا الزياده شنو؟ جزء طبعا بالفلاس كان عندي فينول وبالبيوريت انا عندي برومين سوليوشن، راح استخدم زياده، يعني لنفرض انه الفينول يحتاج 2 مل من البرومين، انا حستخدم 10 مل، فاثنين حتتفاعل وثمانيه راح تبقى. فهاي الزيادة مال البرومين جزء منها حيتفاعل ويا الفينول وجزء منها حيبقى بالفلاسك. اني شغلي حيصير على الجزء الباقي بالفلاسك اللي هو اسميه الاكسس اوف برومين، يعني اجي على هذا الاكسس احسبه اشوف ايش قد، وبالتالي بعدين اطرح واعرف انه اني ايش قد عندي تفاعل ويا الفينول. فهي هاي الطريقة اللي يسموها البرومومتريك ميثود. البرومين سوليوشن هنا شلون نحضره؟ البرومين سوليوشن نحضره عن طريق تفاعل البوتاسيوم بروميد اللي هو الكي بي ار او 3 مع البوتاسيوم بروميد اللي هو الكي بي ار، طبعا اكيد بوجود وسط حامضي. سابقا يعني قبل سنتين وثلاثه كنا نشغل الطلاب هاي التجربه، وطبعا من نشغلهم وذ كوشن يلبسون كمامات وهاي بسبب خطوره البرومين سوليوشن. العام ما اشتغلوها، فعلى الاكثر من ترجع ان شاء الله الامور طبيعيه انه هاي التجربه ما راح نشتغلها على الاكثر، يعني اذا اردنا نختار تجارب فراح نختار تجارب ما عدا هاي التجربه. اما في حال اذا كل التجارب صار عندنا وقت وكلها نشتغلها لا حنشتغلها، بس على الاكثر هاي التجربه ما نشتغلها، بس مطلوب شرحها اكيد. هاي هي الكيميكال برنسبل. احنا المعادله الاولى نوضح انه شلون حضرنا البرومين،
قلنا البوتاسيوم بروميد بلس بوتاسيوم بروميت بوجود وسط حامضي اللي هو ال HCl راح يعطينا ال Br2. هذا ال Br2 حنفعله ويا الفينول. طبعا هاي نوازن المعادلات اكيد. ف 3 Br2 مول ويا الفينول فراح يعطينا وايت بريسيبيتيت اللي هو 2 4 6 تراي برومو فينول. هنا ال Br2 الزايد الاكسس مال Br2 راح انفعله ويا البوتاسيوم ايودايد. من حفاعله ويا البوتاسيوم ايودايد راح يتحرر لي الفري ايودين. هذا الفري ايودين راح افاعله ويا الصوديوم ثاني صلفيت راح يعطيني 2 NaI and Na2S4O6. هاي راح نشوفها هسه بعدين، يعني هاي التفاصيل راح بالبروسيجر راح نذكرها ان ديتيلز. بس انا اللي اريد اوضحه انه البي ار 2 اللي استخدمته بالمعادله الثانيه ويا الفينول اكسس، فالمتبقي منه حنفعله ويا الكي اي حيعطيني الفري ايودين. الفري ايودين راح افاعله ويا ال Na2S2O3 اللي هو صوديوم ثاني صلفيت حتى احصل على صوديوم ايودايد. هاي هنا انه شلون احسب الكيميكال فاكتور. طبعا هي بسيطه وكلكم مر عليكم انه يعني شلون احسب الكيميكال فاكتور مال اي ماده. فالكيميكال فاكتور مال الفينول هو اصلا حيكون معطى بالسؤال اللي هو 9.4. شلون حسبته؟ من المعادلات السابقه، يعني من وازنتها 2 مول اوف ان اي 2 اس 2 او 3، 1 مول اوف اي 2، 1 مول اوف بي ار 2. احنا شفنا انه البي ار 2 دخل 3 بي ار 2، فاضرب المعادله في 3 فيصير 6 مول اوف ان اي 2 اس 2 او 3، 3 مول اوف اي 2، 3 مول اوف بي ار 2، 1 مول اوف فينول. ف 6 equivalent weight of Na2S2O3, 6 equivalent weight of I2, 6 equivalent weight of Br2, 1 equivalent weight of phenol. اضرب في 1000 مول of 1 normal فال Br2 راح يساوي لنا 94.11. اذا عندي 6000 مول of 0.1 normal فراح يكون عندي الكيميكال فاكتور 9.4. 9.4 على 6000 فراح يصير 0.001569. هذا هو راح يكون معطى بالسؤال، او اعطيكم 9.4 واقول لكم بهالقد عدد ملات فمجرد ما اقسم. البروسيجر كنا انه في حال اذا اشتغلنا التجربه راح نعتمد على هذا، اذا ما اشتغلناها اكو بعض الاسئله بالبروسيجرات هي مطلوبه من عندكم. Dissolve Andon Sample 25 ml distilled water. Andon يعني اقصد الفينول. واستبر ذا فلاسك. نضيف 50 مل من 0.1 نورمال برومين سوليوشن. هنا البرومين انه انا راح اضيفه مباشرة، يعني بالبيوريت 50 مل انزل 50 مل كلها. ما اعرف ايش قد حيتفاعل ويا الفينول، بس انا شغلي على الاكسس. اد 5 مل اوف كونسنتريتد اس سي ال، قلنا انه لازم وسط حامضي. ستبر اميديتلي. انه انا هنا ليش اسوي ستبر اميديتلي؟ يعني اول ما اضيف ال اتش سي ال اسوي ستبر اميديتلي. الجواب هو to prevent loss of bromine، لأن هنا البرومين عندي very volatile، فإذا أسأل أنه ليش سويت بالخطوة الثالثة stepper immediately حتى أمنع خسارة البرومين، لأنه هو يكون مادة متطايرة very volatile. Shake for 15 minutes then allow standing in dark place for 10 minutes. Add 5 ml of 20% weight by volume potassium iodide solution. Stepper the flask, shake well. هنا طبعا اللون حيتحول من اصفر الى براون. بعدها اسوي ريموف ذا ستار. راح نضيف 5 مل من الكلوروفورم والشيكينج. ليش اني هنا اضيف كلوروفورم؟ To dissolve the precipitate of tribromophenol. ضفت الكلوروفورم حتى اذوب البريسيبيتيت ماي تريبروموفينول. ليش؟ لانه هذا التريبروموفينول راح يغوش راح يشوش عليه اللي يغطي على النتيجة على الاند بوينت، يعني interfere with clear observation of the end point. طبعا هاي especially اذا انا دا استخدم old colored phenols. احنا نعرف الفينولات الوان ملونة، وخاصة اذا دا استخدم قديم فراح يخربط علي الاند بوينت. فهنا انه انا ليش اضيف الكلوروفورم حتى اذوب الترايبروموفينول. titrate with 0.1 normal sodium thiosulfate اللي هو Na2S2O3 لحد ما يصير اللون عندي الى faint yellow او orange color remain. بعد راح نضيف الستارش indicator راح يقلب لي اللون الى ازرق. complete the titration with vigorous shaking until the discharge of blue color. راح يتحول اللون من ازرق الى colorless. فاذا نلاحظ يعني تدرج الالوان
الدرج برتقالي اصفر فاينت يلو بلو كلرلس. repeat the operation without the phenol. هنا أنا راح اجي اسوي بلانك. البلانك هو مر عليكم ك يعني كتعريف هو شنو، بس هنا بالتجربة احنا راح نشتغلها، يا اما يعني احنا نشتغلها ونقول لكم انه عدناها وهيك كانت النتيجة، او انتم تشتغلوها. فنعيد التجربة كلها بس ما استخدم الفينول. هاي يسموها بلانك تايتريشن. شنو هذا البلانك تايتريشن؟ انا ليش اسوي البلانك تايتريشن؟ تو اكاونت فور ذا لوزز كوز باي بي ار 2 اند اي 2 فيبرز. انه اني حتى اجي احسب خسارة البي ار 2 والاي 2، يعني انا هنا دا استخدم مواد متطايرة ابخرة، ف 100% حيصير عندي يعني خربطة بالحسابات وبالشغل بالهاي. فاجي اعيده كبلانك وحتى احسب البي ار 2 والاي 2 فيبرز ايش قد صار عندي خسارة، وايضا الانتراكشن مال البي ار 2 ويا البوتاسيوم ايودايد، يعني هم انا هذا يلعب دور. فهاي كلياتها اقدر احسبها بالبلانك تايتريشن. The difference between the titration represents the amount of bromine required by the phenol. طبعا اكيد انا حقارن هذا الرقم ويا الرقم مال الفينول اللي استخدمته بالتايتريشن، فالفرق بيناتهم يمثل لي كمية البرومين اللي يحتاجها الفينول. الكالكوليشن راح تكون بهاي الطريقة. هاي هي هنا انا احسب التايتر الكالكوليشن. فقلت لكم في حاله اذا اشتغلناها فمية بالمية انا راح اوضحها بعدين ان ديتيلز انه شلون نسوي كالكوليشن لهاي التجربه. هاي مثل الملخص سريع. The determination involve treating phenol with excess of potassium bromate and potassium bromide. Bromate وبرومايد قلنا حتى نحضر البرومين solution. When bromination of the phenol is completed, the unreacted Br2 is then determined by adding excess of potassium iodide. الاكسس مال Br2 راح احدده عن طريق البوتاسيوم iodide. And back titration, the liberated I2 with the standard sodium thiosulfate. بعدها راح اسوي back titration بالايودين المتحرر، اجي احسبه عن طريق الستاندرد صوديوم ثايوسلفيت. Important note، هاي كلها ذكرتها. The flask must be stoppered. ليش؟ طبعا هاي المفروض اني ما اكتبها بس كتبتها يعني بسبب الظروف والوضع اللي دا نمر بيه، فاني حكيتها اثناء التجربة كلها، بس هنا أنا يعني للي يدور خلينا نقول معلومة جاهزة فثبتتها. The flask must be stoppered at all time after the addition of reagents. ليش؟ To prevent loss of bromine. ليش ضفنا الكلوروفورم حتى نذوب الترايبرومافينول؟ ليش سوينا بلانك تايتريشن؟ ايضا ذكرنا السبب لانه احنا عندنا بي ار 2 اي 2 فيبرز حتى نحسبها ويكون حسابنا مضبوط. هذا فد هوم ورك جدا بسيط، فحاولوا تحلوه وتدزوا لي اياه على الايميل. قبل الثانك يو راح احكي على الارتكل. هواي طلاب دخلوا لي هواية سألوني انه شلون نسحب الارتكل، هواية دا تطلع عنا مواضيع مدى نعرف ايش نختار، مدى نفتهم شنو المطلوب من عندنا، مدى نعرف نلخص الى اخره. انا اتفقت وياكم انه هذا الشيء هو مساعدة. فاول شيء هي الارتكل هي دراسات ناس يعني مسوين مشتغلين شغل ورافعي رافعي على جوجل سكولر او مجلات معينه. الارتكل تنقسم الى نوعين، اكو ارتكل ريفيو واكو ارتكل اوريجينال. الريفيو يعني هسه مثلا المواضيع اللي انا نعطيكم اياها اذا تخلوها بالجوجل سكولر وتكتبونها بصف ريفيو معناها انه راح يطلع لكم ارتكلات ما بيها شغل، ارتكلات بس شرح. اذا ما تكتبون كلمه ريفيو راح يطلع لكم الريفيو ويطلع لكم اللي بيها شغل، اللي بيها شغل يسموها اوريجينال، يعني مشتغلين مثلا بالمختبر تفاعلات مشيكين على حيوان مشيكين يعني بسيل لاين الى اخره. فخلينا نتفق اللي قدام انه الارتكلات نوعين، ريفيو ارتكل اوريجينال ارتكل. شنو المطلوب من عندكم؟ كيفكم تجيبوا لي ريفيو، تجيبوا لي اوريجينال كيفكم. هل مطلوب من عندكم ان انتم تجون تفتهمون هاي الارتكل كلها الدراسه كلها؟ لا، ما مطلوب تفتهموها كلها،
يعني هواية أمور، أنتم بعدكم مرحلة رابعة، فهواية أمور هي بعدكم ما تعرفوها تجهلوها، فما مطلوب من عندكم أنه تجون تفهموا لي إياها كلها بتفاصيلها. بس شنو المطلوب؟ المطلوب أنه أنا أشوف يعني خلينا نقول الزبدة مال هاي، أنه هي شنو الفكرة؟ يعني مثلا هم جابوا فد مركب معين ودخلوه في التفاعل وطلعوا مركب جديد، شنو فرق هذا المركب الجديد عن القديم مثلا؟ يعني انا هاي هيك اعطيت مثال، شنو الايجابيات مالته، شنو السلبيات مالته، شنو اللي زاد، شنو اللي قل، هاي اللي تهمني. فدائما الكونكلوجن اللي بنهايه الارتكل يعطي فد فكره، يعني من تقروب البدايه راح يعطي فكره، وراها من اجي اقرا الارتكل اللي افتهمه الخصه. زين، حتى اساعدكم وحتى يعني يكون بيناتنا تواصل، أني ما عندي مشكلة إذا كل مجموعة من الطلاب حسب الأسماء اللي دزيتوا لي إياها تدزوا لي 3 ارتكلات، يعني مثلا أنتوا تختارون 3 تدزوا لي إياها على إيميل، هاي الـ3 ارتكلات أختار لكم مثلا منها أقول لكم هاي تفيدكم إذا يعني كنتوا دايخين. إذا مثلا انتو اختاريتوا فد ارتكل معينه وحبيتوا مثلا تسالوني عليها في السؤال او في الشيء، هم انا دزوا لي اياها، بس خلينا نتفق مو نفس الايميل اللي كتبته بالهوم وركات عمر.عدي.يوسف@gmail.com، لا ما تدزوا لي اياها على هذا الايميل، ذاك بس للهوم وركات اريده، راح اخلي لكم ايميل جديد بالجوجل كلاس روم هذا مختص بالارتكلات، اي سؤال عندكم على الارتكلات دزوا لي على هذا الايميل حتى اجاوبكم عليه، و نكون يعني أساعدكم به حتى الأمور تمشي وياكم تمام. وأيضا إذا أكو فد أسئلة واستفسارات بخصوص المحاضرة، راح أفتح يوم الثلاثاء الكومنتس بالجوجل كلاس روم، وأي سؤال عندكم أو شيء أنا راح أجاوبكم عليه. وهسه نقدر نقول thank you.